صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فضل عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين وصفات جميله جدا. اول وصفه عاملينها وصفه محببه جدا لناس كتير قوي، بالذات الجيل الاكبر مننا شويه او الجيل اللي اتعود على الوصفه دي، وصفه سويت اند ساور اللي هي البيض بالبلح او البيض بالعجوه مع السمنه البلدي. في ناس كتير قوي بتحبها وفي ناس كتير بتستغرب الميكس الغريب ده. فانا النهارده عامله وصفه البيض بالبلح بالسمنه البلدي، ان شاء الله تعجبكم. وعندنا كمان بطاطا بالكريمه كده بطريقه لطيفه جدا جدا، عاملينها برضو. عاملين تشيبس العدس، عاملينه بطريقه بيتي حلوه قوي. والوصفه الرابعه بتاعتنا النهارده عاملين كمان كب كيك البطاطس. تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه. مقاديرها بسيطه وسهله، بس التركايه في طريقه السوا بتاعتها. خلاص، طيب عندنا هنا بلح رطب اللي هو الاسود، خلاص في ناس بتستخدمه ده وفي ناس بتستخدم العجوه، ده طعم والعجوه طعم تاني. تمام، عندنا سمنه بلدي سمسم قرفه، وطبعا بنحط ملح وفلفل اسود كمان وبيض. تمام، ويا اما نغمس بعيش شامي يا اما نغمس بعيش بلدي. هنحط معلقه السمنه، بصوا انا بحب ريحته جدا. بصوا بقى المنظر، البلح بقى وهو بيتشوح كده في السمنه البلدي ولونه الخطير، يعني حركه من الحركات الجميله جدا. هنحط له كده حبه قرفه، خلي بالكوا ده حادق فما فيش سكر. ها، نقلب سنه القرفه دي بقى اللي ما بيبقاش، ما تخليش البيض مع رشه الملح طبعا، ما تخليش البيض فيه زفاره خالص. يلا نبدا بقى نحط البيض. بيبقى سكرامبل كده، بس ايه، بنحتفظ بالبيضه انها تبقى طريه. خلاص، ملح فلفل اسود، ويلا بقى كده وهو طري. لازم يبقى طري جدا البيض، اول ما السوائل دي تنشف شويه بس يفضل محتفظ بطراوته. هرفعه من على النار. في ناس عندها الوجبه دي وجبه دلع ومزاج وبيعملوها عشان يتبسطوا كده. خلاص كده خلصت. خلصنا اهو، بيض بالبلح والسمنه البلدي مع الفلفل والملح. هرش عليه سمسم بس كده، خلصنا. ومعاه العيش. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا النهارده سويت اند ساور من البيض والبلح بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حطيت عليه قرفه، سمنه بلدي، ملح وفلفل اسود، وزوقته في الاخر بحبه سمسم مع شويه عيش بلدي او عيش شامي على حسب ما انتوا حابين. شكله شهي جدا. خلاص، طيب عندنا دلوقتي مهلبيه البطاطا. عاملينها ازاي؟ عاملين بطاطا وعاملين مهلبيه، هنحطهم مع بعض. وتعالوا نشوف المقادير عباره عن ايه. بطاطا مسلوقه او مشويه على حسب ما انتوا حابين، سكر، نشا، زبده، لبن، بس كده. خلاص، طيب هجيب هنا اول حاجه البطاطا، هحطها هنا كده. مع زبده. رشه سكر. معلقه نشا متدوبه في شويه لبن صغيرين قوي. الباقي بقى هحط السكر هنا مع اللبن والنشا على البارد، كل ده على البارد. الاول الزبده مع السكر والبطاطا يدوني طعم الكراميل كده شويه. هنا ادوب السكر مع النشا. هنا معلقه نشا صغيره جدا لان البطاطا اصلا فيها شويه نشا،
مع اللبن بس عشان ايه تمسكها لي اكتر. واقلب. اول ما السوائل دي تختفي او تتبخر والبطاطا تبتدي تمسك نفسها خلاص ايه هتبقى جاهزة. الطعم ده مهم جدا، اللي هو ايه زبدة سكر بطاطا معلقة النشا بالحبة اللبن دول. هحط رشة قرفة صغيرة جدا على البطاطا، يعني مش عايزاها تبان بس عايزة تدي ريحة كده معينة، لما تحطوها هتحسوا بيها ريحة حلوة قوي. النهاردة الأكلات سريعة وحلوة وبسيطة، يعني تخلصوا الحلقة تعملوها على طول. هجيب كاسات أو كاسة كبيرة، كل واحد على حسب ما هو يحب. لو عندنا ضيوف نجيب، لو عندنا مثلا ضيوف أكتر من 4 نجيب كاسة كبيرة ونخلص نفسنا، لكن لو الضيف ضيف أو 2 أو 3 لا نحط لكل واحد كاسة أحسن. ودايما بشوف إن الكاسات اللي بنحطها للضيوف ما تبقاش كبيرة قوي. ليه؟ عشان ممكن الضيف ما يبقاش عايز ياكل كمية كبيرة، فنحط كاسة صغيرة. لو حابب إن هو بيزود بنجيب له كاسة تانية، يعني أنا دايما بحب كده. هي البطاطا كمان بتجمد على طول، واحسن ان احنا نحطها في القاعدة اللي تحت. شكلنا كده عندنا وصفة من البواقي فكرت فيها دلوقتي. نقفل بقى على ده كده. ونسويها عشان تبقى شكلها حلو. ونقلب كده اللبن لسه شوية. طيب عقبال ما اللبن يعمل هوريكم الوصفة اللي انا فكرت فيها دلوقتي. هحط فيها الطاسة الصغيرة دي، هحط فيها زبدة البلح رشة القرفة. الريحة فظيعة واللون فظيع بالقرفة والزبدة، الزبدة بتلمع والقرفة بتدي كده لون حلو قوي. هنملاها كده سمسم زي ما انتوا شايفين. نقلب كده البلح خلاص، عشان انا عايزاه يحتفظ بالسوائل دي مع ريحة السمسم والقرفة وكمان الزبدة ده. طب احنا ممكن نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت الطبق اللي هقدم فيه البطاطا اللي بالبلح، وانا جايه كده اقدمها لقيت حاجه بتقول لي اعملي الشكل ده. بصوا هنعمل ايه؟ اول حاجه هنا البطاطا اللي فيها زبده وسكر ورشه قرفه. خلاص؟ احفظوا الوصفة دي كويس قوي، عشان لما تعملوها انا عارفة ان انتوا هتقولوا الله الله قوي. خلاص دي كده اول حاجة. تاني حاجة دي يعني دي فكرت فيها حالا دلوقتي. بصوا بقى كده اوكي، وهو سخن الطبق ده بيتاكل سخن مش ساقع خالص، يعني نحطه وناكله على طول. دي كده تاني حاجة. تالت حاجة ايه اللي هيحصل؟ تاني حاجة او تالت حاجة ده الله الله الله. يلا ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في المنظر؟ ها المنظر فظيع. خلاص جربوها هتدعولي، بالذات البنات اللي بتقعد تبعتلي تقولي عايزين نتخن بطريقة كويسة. دي بقى بتتخن بطريقة حلوة كده ومفيدة ومفيهاش اي ايه ضرر، الناس اللي عايزة تتخن يعني. نرجع بقى للوصفة الأساسية بتاعتنا اللي هي المهلبية أصلا اللي احنا عايزين نعملها. هنعمل كده، دي تتاكل ساقعة دي اللي أنا بحطها دلوقتي، لكن اللي هناك تتاكل سخنة كده كل حاجة مع بعض. أنا بموت في المهلبية، المهلبية دي أنا بحبها جدا، حتى بحبها كده لوحدها من غير حاجة. بطاطا بقى قرع عسل بتبقى حلوة في الحاجات دي قوي.
مش كله هرش عليه قرفة ومش كله هرش عليه سمسم، لان في ناس ولا بتحب ده ولا بتحب ده. هعمل واحدة سادة كده، يبقى واحدة بالسمسم بس، واحدة سادة واحدة بالقرفة والسمسم. دي تتاكل ساقعة، طبعا دي تتاكل ساقعة او سخنة براحتكم، بس هي اصلا معمولة تتاكل ساقعة، لكن دي كلوها كده زي ما هي سخنة كده. عندنا وصفة من الوصفات الجميلة قوي اللي احنا واحنا بناكلها هنحس ان احنا مرتاحين نفسيا. شيبسي العدس عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدس عادي، العدس الاحمر بتاعنا، بضربه في الكبة لحد ما يبقى بودرة كده. ده العدس، عدس ناشف بضربه في الكبة لحد ما يبقى بودرة، وبعد كده هحط عليه بهارات، بيض، ملح وفلفل، وحبة مية للعجن. حطيت بصل بودرة، ثوم بودرة، كمون، اي حاجة، سمسم، هتحطوا حاجات كده مع بعض اهو. سمسم، سمسم بيديله قرمشة من برة وشكل جمالي من جوة حلو قوي. بصل بودرة وثوم بودرة، كمون، بصل وثوم البودرة ريحتهم مع الميكس ده لذيذ قوي. جلافز بقى، هحط بيضة الاول وعلى اساس هحط المية مش العكس، البيض هيطعم لي الوصفة اكتر من المية، فنحط البيضة الاول ونعجن ونشوف محتاجة مية ولا، وهنحط معلقة زيت زيتون كده، ولازم نسيب العجينة ترتاح شوية عشان تدينا النتيجة الحلوة. فلفل اسود، انا ما حطيتش بقى ولا ملح ولا فلفل اسود عشان احطهم ايه هنا مع البيض. هنحط البيض وعلى اساسه هنحط الميه. خلاص نقلب كويس قوي كده اهو، بيض مع ملح وفلفل اسود، نلخبط العدس مع السمسم والكمون، بودره الثوم، بودره البصل على حسب العجينة. هحط المية، يعني هنا بقى مش هحط مية كتير خالص للبطين اهو، خلوها زي رملة البحر كده. هحط مية شوية صغيرين عشان تبقى، عايزة اقول لكم الريحة فظيعة، الريحة حلوة قوي مع اننا حاطين بيض، مفيش زفرة خالص، الريحة تحفة. بودرة الثوم، بودرة البصل، الكمون، حبة بهارات مع العدس، ملح وفلفل اسود مع البيض، عامل ريحة حلوة قوي. هي تريح مرتين، مرة تريح واحنا عجنينها هنا، ومرة نفردها ونريحها شوية واحنا فردينها. خلاص اهو كده، اهو كده حلوة قوي. هحط عليها بقى معلقة زيت الزيتون، بصوا بقت عاملة ازاي، بصوا اصلا لونها كمان كفاية لونها تحفة كده، هي حلوة قوي قوي كده. نحط معلقة زيت زيتون، بيديها طراوة كده حلوة قوي. بس هسيبها تريح شوية وهنرجع هفردها بس ما بين ورقتين زبدة. خلاص يلا بينا نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى انا فردت العجينة وقطعتها مكعبات وعمالة اهو ايه، طبعا ممكن مكعبات ممكن مدور اللي انتوا عايزينه، بنحطها هنا كده على سيليكون او ورق زبدة، بس ورق زبدة يبقى نوع حلو قوي عشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. انا عايزه الحاجه كمان تبقى شكلها كويس، فالبواقي نعجنه تاني ونعمله ايه شكل تاني. شايفين شكل السمسم جوه العجينه مديله منظر حلو ازاي؟ حد يتخيل ان ده عدس؟ يبقى انا كأنه بسكوت كده، بسكوت بطاطا مثلا، يبقى فكروني نعمل بسكوت بطاطا بالراحه خالص، وبعد كده ندهنه فوق الوش كده ايه زيت زيتون، وممكن تدهنوه كمان بيضة لو عايزين، يعني ممكن ندهنها بيضة برضو، ممكن نعملها شكل مثلث.
خلاص ندخلهم بقى كده الفرن. على فكره العجينه دي ممكن زي ما هي كده تتحط في الفريزر ونستخدمها وقت ما نحب، عشان كل ما تبقى طازه طبعا كل ما تديها نتيجه احلى. يعني كل ما نحب ناكل تشيبس طازه ممكن نسميه تشيبس بقسماط، كل ما تبقى النتيجه احلى. وتعالوا عندنا كب كيك النهارده، كب كيك البطاطس بصوص البيتزا. تعالوا نشوف عباره عن ايه. عندنا بطاطس مسلوقه ومهروسه، عندنا زيتون اخضر حاجه البيتزا بقى، طماطم، فلفل، كمون وتوم مفروم، وعصير طماطم للبيتزا، زبده وجبنه فتة كنوع من انواع الجبنه الحادقه الحلوه اللي هنحطها على البطاطس. طب اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب التوم مع الملح والفلفل والزبده ونعمل صوص البيتزا. زيت زيتون مع زبده، انا بحب الصوص ده مع بعضه، معاه توم مفروم وزيت زيتون وعصير طماطم، واسيبها تتسبك براحتها مع رشه ملح وفلفل اسود. خلاص تتسبك بقى براحتها خالص، والصوص ده بنسيبه في التلاجة وبنحتاجه لما بنحتاجه بنطلعه وبنعمل بيه ايه وصفات تانية. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في البطاطس. ممكن نحط عليها بيضة لو عايزين برضو نعجنها ببيضة. انا هعجنها بايه؟ ملح وفلفل، حبة كمون، هحط قطعة من الجبنة الفتة فيها وعجنها كويس قوي، مكعب زبده، الزبده بيطريها جدا وبيخلي طعمها حلو قوي. اهم حاجه الزبده اللي نحطها تبقى جامده عشان ما تطرليش البطاطس اكتر. هحط شويه كمون، شويه فلفل اسود، حبه ملح، فص توم، نعجن كويس قوي. قطعه جبنه جوه العجين. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بقى. هجيب الكب كيك والفرشه، ندهن الكب كيك بالزيت كويس قوي، وممكن نحط كمان قوالب الكب كيك الورق. خلاص هجيب البطاطس احط كده، وما تقلقوش لما بتبرد بتطلع بمنتهى السهوله. بحاول اعمل لها حواف واعمل لها ايه فراغ شويه من جوه تبقى مجوفه شويه، وبعد كده نبقى نشيل ايه الزيادات. وعلى فكره ممكن نعملها على بعض، بس هي فكره الكب كيك دي حلوه للمدرسه كمان قوي. كده البطاطس خلصت. خلاص تعالوا نشوف بقى صوص البيتزا اخباره ايه. ماشي اهو، خلاص اهو صوص البيتزا بقى جميل وحلو، شايفين الحلاوه اهي. يلا هنحط كده مش كتير ها، عشان بس ما ايه ما يبوظليش البطاطس وعشان تطلع علينا بسهوله. وزي ما قلت ممكن تحطوها في ورق وممكن تعملوها كده، ولو عملتوه كده هتسيبوها تبرد شويه وبعد كده تطلعوها بتطلع بسهوله جدا، لان كل حاجه خلاص مسكت نفسها جوه. طعمها فظيع فظيع بجد. وممكن نستغنى عن الجبنه للناس اللي ايه اللي بيدوقوا بوجود الجبنه في البيتزا.
او في اي حاجه. في ناس ما بتحبش الجبنه البيضاء دي خالص، فشيلوا البيتزا شيلوا الجبنه خالص من الموضوع. طماطم بقى مش كتير، هو كده ايه كده طماطمتين يا دوبك، ندخل الفرن وبس كده. تعالوا نشوف بقى كده احنا خلصنا حلقه النهارده، عملنا وصفات جميله جدا. تعالوا نشوف بقسماط العدس اللي احنا عملناه، بصوا عامل ازاي. انا عامله لكم شيبسي، انا كنت عامله شيبسي قبل كده، بصوا مع الجبنه البيضه خطير. خلاص مهلبيه البطاطا، بطاطا ومهلبيه، كمان البيض اللي بالبلح، وكب كيك البطاطس البيتزا. حلوه جدا، بصوا عامله ازاي، حلوه قوي قوي قوي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.